يلا الخوت خليو لي شي لايك او بارطاجيو الفيديو مع الاصدقاء ديالكم وتفاعلوا الخوت مع الفيديو ويلا نبدا. مواهب جزائريه نادره في العالم. انا حسن ريحه كيما راك ريحه خاطئ. سوف أحكي لكم قصة قصيرة جدا وهي تبين لنا قضية المس الذي يصيب الإنسان عن طريق الظلم، يعني إذا ظلمت جنيا له الحق عليك. كان النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة من الغزوات وكان معه شاب حديث عهد بزواج، فذات يوم استأذن النبي فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم خذ سلاحك معك فإني أخاف عليك قريضة، فأخذ سلاحه وانطلق. فلما اقترب من المنزل وجد زوجته خارج المنزل فأخذته الغيرة والشهامة فقالت له على رسلك تعال وانظر. فدخل إلى بيته فوجد حية كبيرة، هذه الحية الكبيرة وجدها وسط الفراش، فأخذ سهما فما لبث أن ضربها بسهم فقتلها. فلما قتلها أخذ السهم الذي فيه الأفعى ملتوية ورماه وسط المنزل، فلما رماه وسط المنزل خر بجانبها يتلعق أنفاسه، فنادوا برسول الله صلى الله عليه وسلم فرأى حاله فقال لهم إن في المدينة جنا قد أسلموا، فمن وجد فيكم أفعى في منزل أو في مكان فلينذرها ثلاثا وليحرج عليها ثلاثا، فإن لم تغادر بعد تلك ثلاثة أيام فليقتله فإنه شيطان. إخوة الكرام الله يجزيكم بخير، اللي مشى لشي دار جديدة لقى فيها الفعة ولا عقربة ولا أي حاجة أعطيها ثلاث أيام وانظرها، هضر معها بحال هكا تهضر مع البرد، خرجوا في حالكم تعطى الله ورسوله، حنا العمار ديال هذا المكان اللي غنسكنوا فيه ثلاث أيام، إلا لقيناكم راه عندنا الحق. فإذا قتلتي من ورا ديك ثلاث أيام فما يأديك ما حتى شي حاجة. سبحان الله، أول مرة كنسمع أنا هذا الشيء هذا. شي كيجيب الضحك حقو. مال هادو؟ واش هادو ملابزين على هادو ولا شنو؟ مفهمتش. مباش تطلق منو العزاوي، والله ما بطلق منو بالله. دابزين عليه قال لك لا الله يطي حبك على كوديا، ملي طاح على هجره راه تهزا وتزيد مال كوديا صعيب باش تهزا. اسمحوا لنا دازوا فوق الدار ديال هاد الناس هادو. بارك الله فيك، شكرا شكرا بارك الله فيك. شكرا شكرا. فاش كتسمحي في راجلك وكتجي تباتي حدا صاحبتك؟ شنو هاد المزالة كنعيشو؟ انا غير كنبقى ساكت انايا ما كنقدرش. شنو هاد المزالة كنعيشو؟ كموني لما تحكم اعطي الريحة. ماذا لو عاد معتذرا؟ وكادو هذا الله يقوي ايمانك يا شيخه. اي بيبي اسمع اش راح نقول لك، سيفري كاين ما خير منك، سيفري كاين اللي فور عليك وكل يوم يخرجوا في طريقي ألف، بصح انت تسوى عندي 10 رجال تا وليدي يا ربي. RPG. MP5. وعرف خينا اللي توعر بالله. 12 gauge. You do the fire shot though. وعرف تقليد. Do the deep. Yeah, do the deep. Reload for the 1911. Dude, I. الله يتوا على العزاوي وحق الله، شي نهار غادي يسطيها. هادي واعرة هادي هادي واعرة. كيقولوا لي علاه تخاف منها؟
كلاب ما تسوقوش ليها وبغيتيهم ما يخافش منها ما يمكنش. راه فعلا شتي الكلاب الا دزتي وتمرتي وبقيتي غادي ما تسوقوش لك، ولكن الا تخلعتي وكنزتي صافي شقيتيها. انا في الاخر انا في الاخر صراحه ما جاتني زعما صافي فرحت لسكينه بحال سكينه بحال انا داز داك الشيء زوين والفينال زوين صافي تعلت النتيجه كيف ما شتي عادي تنضحك ما كاين حتى شي حاجه والله بحال صافي قلت ماشي اش ديري صافي راه بحال صافي وجات عندي دنيا مسكينه كتبوس فيا وهذا وهذا صافي. القطر يقدر نكمل لك تتيمه ديال العلاقه بالدنيا بوطازوت مع كنزه يعني اي وقت ما غتكون هذيك الوحده غادي تبغي تواسي غادي دير اللي ما داش اللقب ولا، ولكن الصدمه اللي تصدمت بكنزه هو انا دروبي وراجله لانه كنت ما نتهضرش كنزه غادي تكون ديك البروده الدم. باسل اصاحبي ابليكاس دخلت التليفون ززززز باسل حامض اصاحبي زعما عقلتيش العزاوي يلا شد يلا عقل عزاوي ينوضوك مورا العصر ويسقسيوك الطفل جبتوه بلا زواج ياك ودوكا راه عايش معاه على ما تروحش تشوفه على ما اش ما نروحش نشوفه كل يوم نسقسي عليه وعلاش ما تزوجتش انا ما تزوجتش بيه انا ما تزوجتش بيه باش تفلي قاعد قدامي ها انا ما تزوجتش بيه باش تفلي قاعد قدامي انا ما تزوجش به علاش ما تزوجتش بيه بمرته بالمره اللي جبت منها الطفل تلفتها لي محمد باش وليدك يقعد معاك علاه ما عقدتش عليها باش وليدك يقعد قدامك ايه صح وليدي عقدت عليه عقدت عليه يماه منك ركز معايا اي والله ها عقدت على يماه عقدت على يماه ايه تما راه وليدك تما وهي راهي مرتك هذيك تما هي راهي مرتك باين وعلى ماكش عايش معاهم يدي داس وهربت هربت اش عندك ما شفتوش عندي بليون فانجور شي تذكرة ولا مالو هذا شربت واحد سبرايت ديال 110 وننعس في المخدة وكشكوشة خرجت لي دوك الريوق وناس والصهد فقت هلمت راسي فقت فيقني الخوازي قال لي إلياس راه جات عندك واحد الدرية واعرة بالزين قال لي راه يحضر بحرب الطوموبيل هبطت عندها هادشي راه كأنه بصح وأنا راه كنحلم هبطت عندها قالت لي يا إلياس قالت لي أنا فان ديالك من طنجة وجيت الجديدة وانا بحكم انني فان ديالك جيت بغيت توريني شي سناك ديال الحوت زوين شي ريستورون زوين وانا قلت لها هادشي شويه قلت لها هادشي هادشي نيشان قلت لها واحد الدوري على اليمين في اليسار قلت لها غتلقاي تما وهي تقول لي خاصني اللي يونسني هي صافي من الدريه قلت وليد تقول لك خاصني اللي يونسني قلت لها يلا عندي كلشي واو انت فين انا وانا عا كنحلم نمشي بالصح وانا نجي للدار دوش في الصح بالكشة وصابون كاع لا حكيت جليت وديت صليت بصح وجبت جلدة وصل السيد غادي بركنا الصناك كلينا الكالامار كروفير قلت لكم هذيك خدمة ما غاديش خلصت ها دير بجلدة ما غاديش خلصت كذا قلت لي نحلي ومشينا دينا قال مشينا عند الفيلا شربت انا وياك راه كنحلم مولي الدار راه كنحلم بحال هكا شربت انا وياك هذا قلت لي بلاتي انا جايه مشيت وهي تلبس بينوار ابيض وجاية هز كاس ديال الافلام الفرنساويه وجاية عندي باك باك بطال وصافي تهزني جاب الخدامه ديالها وما كتفوني وحطوا لي حوايج وجبدت المشويطه انا اش قلت راه هنا فونتاز ميدا قلت هنا راه عادي يلا نمشيو للبحر واش باش ناكلو باش ناكلو تمشي بوك هذه ديوت ولا شي حاجه لا نلعبو طرطيه طرطيه وفلفل مقلي فلفل مقلي اه وبرنجان والبرنجان يا العائله الزوتات عائله هذا الفقر اش بغيتي تشوهوني قدام لي زام في الكوسوس ديالي ولا جاج محمر احنا ما عندناش اختي الخطوبه احنا ماشي من البحر الناس اللي يديو التون باريطا فوكاديو لوبيه رنجه والله ما نتوما مع عائله ديال البحر بزاف عليكم البحر نتوما هما اللي كانوا يدفنوا ديك الدلاحه حط لها ما يجبروهاش ربي نتقى منكم علاش علاش الناس تمشي تستمتع بالزروقه ديال البحر والملوحات وبديو الدلاحه وطمروها من فوق كلشي عندكم مطبور برنجي مغلي حماقكم ديك الرمله هاي دايما تخطنا مع ديك
جبون فو جبون فو في الحياة. أنا خصني تماك شي كوكتيل. كوكتيل عاد بلش. مرحبا الخط وصلنا لخط الفيديو، كنتمنى يكون الاعجاب ديالكم. الى عجبكم ديروا لايك، بارطاجيو الفيديو مع الاصدقاء ديالكم، اشتركوا في القناه، فعلوا معكم الجرس، خليوا لي التعليق الزوينه ديالكم. نتلاقاو ان شاء الله في فيديو واحد اخر. السلام عليكم.